السلام عليكم ورحمة الله، متابعين قناة فنزر في كل مكان. أهلا وسهلا بكم، أتمنى رب تكونوا خير. فيديو جديد وطريقة لف الفلفل بالطريقة الهولندية. ده فلفل ألوان أحمر، اللف بتاعنا بيكون فرع أو فرعين من كل شجرة. احنا هنا واخدين فرع وسايبين جنبه فرع تاني اهو من غير لف. بعد لما بيوصل لحد معين ويبدأ ينام مننا ننتخب فرع تاني من هنا اهو ونقص الفرع ده بدل ما نلفهم على طول على خيطين. لكن الافضل طبعا انك تنزل خيطين وتاخد كل فرع على الخيط بتاعه، تمام كده، عشان تاخد معاك انتاج محترم. لكن بفضل الله برضو هنا احنا واخدين من الفلفل انتاج كويس بالطريقة الهولندية. لكن الاسعار في السوق وحشة، وبالتالي احنا هنقلع عشان نلحق الموسم الصيف بزراعة الخيار. الانتاج بتاعنا اهو، طريقة اللفة ها، فرع واحد بس جاي من تحت على خيط وطالع جنبه فرع جانبي تاني اهو. كل شجرة طالع منها فرعين، ولما بيطلع معاك تلات فروع اربعة زي كده المفروض انك بتقلم الفرع ده، حتى لو عليه فلفل بتقص من هنا، تمام. بس عشان احنا بنقلع البيت فمش فارق معايا يعني. ومن هنا اهو بتنظف كل الزيادات دي، بتسيب معاك الفرعين الاصليين اللي انت واخدهم من تحت. ما يصعبش عليك النبات لو عليه زهر، هذا من انت اخترت انك تشتغل بيه الطريقة الهولندية مش الطريقة الاسبانية. فلفل ما شاء الله التحميل عليه ممتاز، لكن احنا بنقلع عشان نلحق الموسم الصيفي بما ان الاسعار سلة من 10 تقريبا ل 13 كيلو، عاملة 15 ريال و20 ريال، فمش جايبة تكاليف. اهو الانتاج بتاعنا اهو. وطبعا في بعض الاحيان الفلفل الالوان بيريح شوية، بيريح شوية وبعدين بيجدد وبيديك انتاج اكتر من الاول، فما تقلقش لو الفلفل ريح معاك. دي فاصل كده بيريح فيها النبات وبعدين بيرجع يشتغل معاك تاني وافضل من الاول ان شاء الله. الانتاج بتاعنا اهو. دي باختصار طريقة لف الفلفل بالطريقة الهولندية. فلفل جاي من تحت، كان على فرعين تحت اهو، قسنا فرع وربنا فرع واحد بس. وهنا كذلك الامر، وهنا طلعنا بالفرعين. دي طريقة اللف الهولندية. نشوفكم فيديو جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.